طيب ومن مقر إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مقر جريدة اليوم السابع وزميلتها العزيزة مريم سميحة اللي مجهزة لنا مجموعة كبيرة من المانشيتات وعناوين الصحف وتفاصيل الأخبار من كل الصحف والمواقع المحلية والعالمية. يا مريم صباح الفل عليكي، سامعينك اتفضلي. وعارفين ان انت عندك من ضمن الاخبار في برضو اخبار تتعلق بعقد التجديد المتعلق بميسي وجائزة ليفربول لصلاح وتفاصيل غيرها، اتفضلي. تحية ليك يا كريم وكل التحية ليك يا نهواندو، كمان يعني التحية موصولة لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. طبعا يعني يا كريم زي ما انت قلت معانا أخبار ميسي وكمان النجم المصري محمد صلاح، ولكن في البداية عايزين نتكلم ان اغلب المانشيتات كمان يعني اتجهت انظارها بطبيعة الحال زي ما اتجهت انظار العالم اجمع الى مصر، خاصة مع إقامة يعني بطولة كأس العالم لليد مونديال 2021 واللي بتقام في الفترة من 13 تنطلق غدا وحتى 31 يناير الجاري. كل الناس بتتكلم عن المجهودات يعني المبذولة من قبل الدولة المصرية سواء على مستوى وزارة الشباب والرياضة وزارة الصحة، كل الناس بتتكلم كمان عن قد ايه مصر ان شاء الله هتقدم بطولة بشكل مشرف جدا بالنسبة لكل الناس، لان كل العالم منتظر هذه البطولة. كمان قد ايه مصر كانت حريصة جدا في استقبال المنتخبات المشاركة في هذه البطولة بشكل يعني علشان الحفاظ على صحتهم كمان ومن تفشي فيروس كورونا، كمان منعوا أي يعني شخص مشارك في هذه البطولة من الخروج من الفندق كمان علشان تعدي البطولة بسلام، وزي ما احنا تابعنا في الأيام الماضية من منع حضور جماهيري وكمان منع التغطية الإعلامية باستثناء طبعا يعني الإعلاميين المكلفين بتغطية هذه البطولة. فكل ده كان موجود في منشطات الصحف النهاردة، ولكن البداية من موقع اليوم السابع منتخب اليد يجري مسحة أخيرة اليوم قبل انطلاق مونديال اليد. يجري منتخب مصر الأول لكرة اليد النهاردة الثلاثاء المسحة الأخيرة قبل انطلاق البطولة غدا الأربعاء، واللي بتستمر زي ما قلنا من 13 وحتى 31 من شهر يناير الجاري. المسحة النهاردة هتجرى بعد المسحة اللي تم يعني إجراءها وتم كمان إثبات سلبيتها، وكانت هذه هي المسحة القبل الأخيرة. كمان يحرص المدير الفني الإسباني روبرتو باروندو غارسيا على إلقاء محاضرة للاعبين اليوم، ده طبعا علشان يقول لهم نقاط الضعف والقوة الخاصة بمنتخب تشيلي، وحصل منتخب اليد على راحة سلبية من التدريبات يوم الجمعة الماضية، ده طبعا قبل العودة إلى التدريبات الصباحية والمسائية مجددا. انتقل منتخب مصر لكرة اليد مساء أمس الاثنين إلى إقامة منتخبات مجموعة استاد القاهرة والمتواجد في منطقة الزمالك، بعدما قضى المنتخب فترة عزل في أحد فنادق مدينة نصر والقريبة من طريق السويس، ده طبعا لخوض وديتي اليابان. كمان عايزين نقول او اضاف تقرير اليوم السابع انه تقام مباريات منتخب مصر في السابعه مساء بدءا من غد 13 يناير على صاله استاد القاهره، ويبدا الفرعانه مباريات البطوله بطوله العالم بمواجهه تشيلي ثم جمهوريه التشيك يوم 16 واخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعه السابعه. وتضع اللجنه المنظمه الرتوش الاخيره لحفل الافتتاح طبعا اللي هيحيي نجم تامر حسني، بنتمنى كل التوفيق يعني لمنتخب مصر ان شاء الله ويحقق نتائج مبهرة كالعادة. كمان من موقع اليوم السابع، ميار شريف فتاة مصر الذهبية تسعى لإنجاز جديد في عالم التنس. وصلت ميار شريف فتاة مصر الذهبية التألق من جديد، حيث نجحت لاعبة التنس في التأهل الدور الثاني من التصفيات لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعد تجاوز اليابانية أكيكو أوماي في الدور الأول للتصفيات. ميار حققت الحقيقة فوز كاسح على أوماي بعد الفوز عليها بالمجموعة الأولى 6-0 والمجموعة الثانية 6-1. كمان كتب الحساب الرسمي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس عبر تويتر إن ميار شريف تواصل التقدم نحو الأدوار الرئيسية للبطولة، وأشار كمان الحساب الرسمي للبطولة لميار شريف سبق وكتب التاريخ كونها أول مصرية تتأهل للدور الرئيسي لرولان جاروس في 2020، وإن هي بتسعى لهذا الأمر كمان في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. كمان يعني عايزين نقول إن ميار شريف هي تعتبر
يعتبر اول لاعبه مصريه في التاريخ تبلغ دور الرئيسي في احدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت الدور الرئيسي في بطوله رولان جاروس في اكتوبر الماضي، كما انها اول مصريه كمان تتاهل لدوره الالعاب الاولمبيه حيث ستلعب في اولمبياد طوكيو 2021. من روسيا اليوم الكشف عن بنود في عقد التجديد الأخير لميسي. كشفت عدة وسائل إعلامية إسبانية عن تفاصيل التجديد الأخير للنجم أو عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة والموقع في عام 2017. ذكرت هذه الوسائل أن راتب ميسي السنوي بعد هذا التجديد والتجديد الأخير والزيادة السنوية وصل إلى 100 مليون يورو، كما حصل على مكافئتين إضافيتين بمبلغ قدره 78 مليون يورو، كانت أولى المكافآت لتجديد عقده بقيمة 39 مليون يورو. غضب اللاعب بسبب تأجيل دفع هذه المكافأة عدة مرات، ولكن تم دفعها أخيرا في شهر يونيو الماضي. وأشارت الوسائل الإعلامية أن قبول ميسي على تأجيل الدفع بسبب الأزمة المالية التي وقع فيها النادي خلال الفترة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا منع الأرجنتيني من الحصول على المكافأة التانية اللي بتبلغ قيمتها 39 مليون يورو، والتي كان من المقرر دفعها بنهاية الموسم الحالي 2020-2021. كل المقربين من ميسي أكدوا أنه هم يعني مش هيقدروا أنه هم يصحوا عن صحة هذه المبالغ، لأنه هم ما لهمش الحق أنه هم يتكلموا في هذه العقود أو المبالغ الخاصة بعقد ميسي. كمان قالوا أن ميسي لم يغضب من يعني تأخير دفعة أو أي مكافآت مالية، ولكن غضبه كان واضح جدا خلال الفترة الماضية بأمور خاصة داخل النادي وكمان بي وبإدارة نادي برشلونة، ولم تكن بسبب المكافآت المالية، واللي أفصح عنها ميسي خلال أكثر من لقاء صحفي خلال الفترة الأخيرة. ختامها مسك طبعا مع نجمنا المصري محمد صلاح اللي دايما بيحقق أرقام. احنا طبعا يعني كلنا شرف ان عندنا ابن زي محمد صلاح من الامارات. اليوم ليفربول بيعلن عن جائزة محمد صلاح الجديدة، من غيره يستحقها. وصل النجم المصري محمد صلاح سيطرته شبه الكاملة على الجوائز الفردية في نادي حامل لقب الدوري الانجليزي ليفربول منذ ان انضم الى النادي، حيث أعلن النادي على حسابه الرسمي من خلال تويتر عن الجائزة الجديدة للاعب خلال شهر ديسمبر. وأعلن النادي فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف مع ليفربول خلال الشهر الماضي، وكان الهدف في شباك كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي ضمن منافسات الجولة الـ 14 في الدوري الإنجليزي، واللي انتهت طبعا بفوز ليفربول بسبعية نظيفة. وكان محمد صلاح نجح في الفوز بالعديد من الجوائز الفردية والشخصية بالنسبة له مع ليفربول، واللي أكد طبعا يعني حساب ليفربول إن هي أرقام تاريخية في ثلاث سنوات بيصعب تحقيقها خلال السنوات المقبلة أو سنوات قادمة كتير، ومنها الفوز بهذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي. وكمان قال النادي في تغريدة رسمية له على تويتر: ومن غيره يستحقها، هدف الملك مو صلاح في شباك كريستال بالاس يحصل جائزة الأفضل في شهر ديسمبر للمرة الرابعة على التوالي. وطبعا زي ما عودناكم في ختام جولتنا الصحفية أهم مباريات اليوم في الدوري المصري، طبعا الأهلي والإنتاج الحربي في تمام الساعة 7:30، كمان سموحة والبنك الأهلي في تمام الساعة 2:30 ظهرا، والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة 5 مساء، كمان المصري والزمالك في تمام الساعة 5 مساء. أما بالنسبة لمباريات الدوري الإنجليزي فشيفيلد يونايتد ونيوكاسل في تمام الساعة مساء، بيرني ومانشستر يونايتد في تمام الساعة 10:15 مساء، ولفرهامبتون وأفرتون في تمام الساعة 10:15 مساء. أما بالنسبة للدوري الإسباني أخيرا غرناطة وأساسونا في تمام الساعة 8 مساء، كمان أتلتيكو مدريد وإشبيلية في تمام الساعة 10:30 مساء. بشكركم جدا، التحية ليكم مرة أخرى، عودة مرة أخرى للاستوديو. كل التحية وكل الشكر والتقدير ليكم أنتم زملائنا الأعزاء مريم سميح وكريم أحمد مراسلي قناة النادي الأهلي، وصباح الفل عليكم ونشكركم شكرا جزيلا.